نبدأ نهارك عالمي من عند ليفربول، واللي تعادل امبارح مع فولهام بنتيجة 1-1 في مباراة العودة في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية. طبعا لقاء الذهاب في ملعب أنفيلد كان انتهى بفوز ليفربول بنتيجة 2-1، علشان يتأهل ليفربول بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2 لنهائي كأس الرابطة علشان يواجه تشيلسي في نهائي هيكون قوي جدا. ليفربول بدأ ان هو يسجل في الدقيقة 11 عن طريق لويس دياز، وفي الشوط الثاني قدر فولام انه يسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق عيسى ديوب. خليني اقول لكم ان ده هو التأهل الثاني للنهائي في كأس الرابطة لليفربول اخر 3 سنين، ولو تفتكروا كده كان ليفربول فاز بكاس الرابطه الاخير ليه في موسم 2021 2022، وكان ساعتها منافسه في النهائي هو تشيلسي، برضه نفس المنافس اللي هيواجهه في نهائي النسخه الحاليه. طبعا ليفربول هو صاحب الرقم القياسي بالتتويج ببطوله كاس الرابطه في انجلترا برصيد 9 بطولات حصل عليهم من اصل 13 نهائي لعبهم. ونروح لكاس اسبانيا وهزيمه يعني او هزيمه مفاجاه لبرشلونه، واللي تم اقصائه من الكاس بعد ما قدر بلباو انه يفوز بنتيجه 4-3 على برشلونه في مباراه مثيره جدا في ربع نهائي كاس ملك اسبانيا. بلباو سجل هدف التقدم عن طريق غوركا في الدقيقه 1، بعدها اتعادل برشلونه عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقه 26. برشلونه بعدها بيتقدم بهدف تاني عن طريق لامين جمال في الدقيقه 32، وبيتعادل بلباو عن طريق سانس في الدقيقة 49. التسعين دقيقة بتخلص والمباراة بتخلص بتعادل بنتيجة 2-2، وبيتجه الفريقين للأشواط الإضافية علشان يكون هناك بلباو اللي هيسجل هدفين عن طريق إنياكي ويليامز ونيكولاس ويليامز. وبالمناسبة برضو يا جماعة الاثنين دول هم أخوات أصلا. المهم أنه بينتهي المباراة علشان يفوز بلباو ويقصي برشلونة، والمفارقة أن إنياكي ويليامز كان مع منتخب غانا، وبعد خروجه المبكر من كأس الأمم الإفريقية رجع على إسبانيا امبارح الصبح علشان يشارك في مباراة برشلونة بالليل في الكأس، ويسجل كمان الهدف اللي يعني أهدى التأهل لأتلتيك بلباو، ويكون هو السبب الرئيسي في خسارة برشلونة وخروجهم من الكأس. خلصت أخبارنا العالمية، فخلونا دلوقتي نروح لأسبوع ساعتك علشان نتعرف على أبرز مباريات اليوم ونرجع مرة تانية.